السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام في قناتكم العربية المختصة في عالم التقنية وربح المال من الإنترنت. إذا لم تكن مشترك في القناة فقم الآن بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد فيديوهاتنا. إخواني الكرام، اليوم سوف نقوم بشرح مرة أخرى موقع هذا الذي يعطينا يوميا الربح من المكافآت التي يقدمها عن طريق اليوتيوب وكذلك عن طريق الفيسبوك وغيرها من السوشيال ميديا. إخواني الكرام، بإمكانك أن تربح منه عن طريق المكافآت التي يقدمها. إخواني الكرام، نحن لا نقوم باستغلالكم أو ما إلى ذلك، نحن فقط نريك الطريقة الصحيحة للربح من المواقع التي نقدمها. طبعا بالتأكيد نحن نقوم بالاستفادة منها عن طريق رفعها على قنواتنا، ولكن إخواني الكرام نحن بكل وضوح وبكل شفافية نقول لكم أن كل هذه الأشياء التي نعملها ما هي إلا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أننا سوف نقوم بالربح منها من المكافآت، ليس استثماري ولا أي شيء. إذا كان تريد الاستثمار فنحن نقوم باستغلال الموقع في بدايته، يعني بإذن الله تعالى لن تخسر معنا بإذن الله تعالى. وكل شخص مسؤول عن ماله، وأنا دوما أكرر دوما لا أنصح أحد أبدا بالاستثمار في مثل هذه المواقع، ولكن إخواني الكرام نحن نقوم بشرح هذه المواقع للربح من المكافآت المجانية، بمعنى أننا نربح ربح مجاني فقط. مرة أخرى أكررها، نربح ربح مجاني فقط لا غير. إذا أردت أنت أن تربح أخي ربح مجاني فكل ما عليك أن تعمل مثل ما نعمل. إذا لم يكن لديك قناة على اليوتيوب فقط أخي الكريم قم بمراسلتي، وكل ما يجب أن يكون لديك هو 10 أو 15 دولار وسوف أعد لك قناة على اليوتيوب فيها أقل شيء 500 مشترك، بحيث بإمكانك أن تعمل فيديوهات مثل هذه التي نعملها، وبإمكانك أن ترفعها على المواقع مثل هذه المواقع وتربح منها يومين 2 دولار. تخيل هذا 15 دولار التي سوف تعطيها لنا، سوف أنت تربح منها بعد ذلك من مثل هذه المواقع يوميا. كل ما عليك فقط أن تعمل فيديو وترسل على القناة. أما بالنسبة للمشاهدات التي يجب أن تعملها، فقط كل ما عليك أن ترسل لنا عن طريق، يعني مثلا أنت تريد في كل يوم سوف ترسل لنا فيديو واحد، سوف أخذ منك 2 سنت. يعني تخيل أنت سوف تربح 1.8 سوف تربح 2 دولار وسوف أنا أخذ منك 2 سنت، يعني 0.2 سنت. من يعرف الدولار سوف يعرف السنت. إخواني الكرام، هذا كل ما في الأمر، لذلك لا يوجد أي تعقيد بالنسبة لهذا الأمر. كذلك أخي الكريم، أنت الآن في ماذا؟ في موقف يجب أن تقوم باستغلال هذه المواقع. أنت الآن تريد الربح من رأس مالك، تريد جمع رأس مال، فهذا المواقع هي مواقع لماذا؟ جمع رأس مال، لأنها تعطيك ربح مجاني. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكرر لكم، اربح اربح مجاني اربح مجاني، ولكن لا أعلم لماذا لا يقوم العديد منكم بمراسلتنا. بإمكانك أن تراسلنا أسفل فيديو في التعليقات وقل لنا ماذا تريد لكي تربح من هذا، يعني ما الذي ينقصك من أجل أن تربح من هذا المواقع. طبعا بالحقيقة أنا لا أعلم لماذا الأشخاص أنتم، يعني أنتم لا تريدون الربح من هذا المواقع، أم أنكم أناس لديكم رأس مال؟ ألا أعلم بالضبط الحقيقة التي تكتمونها عنا، لأنه حقيقة أنا كنت دوما، يعني عند بدايتي في الربح من الإنترنت كنت دوما أريد مثل هذه الأشياء. لماذا؟ لجمع رأس المال. أخي الكريم، أنت الآن في الربح من الإنترنت أو العمل على الإنترنت يجب أن يكون لديك رأس مال. بعد ما تعمل رأس مال من هذه المواقع المجانية والربح المجاني وكذلك